mono.어떻게 하시려고 그래?
وعلى آله وزواجه وذاته وذريته وأصحابه
سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله شهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وحسن لا حجرة جميع الملائكة المقربين ولا حجرة جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابع التابعين والعلماء العاملين وجميع أولياء ولي سمو وخصوصا إلى حضرة سلطان أولياء شهد القدير جلال رضي الله شهد إلى إمام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخذ الله خاطر في جميع الكبر من آبائنا وأمتنا ولجدنا ولجدتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأستاذنا وأساتذتنا ومعاصينا خصوصا إلى حضر الروحي المرحوم بابا حجي سوفن هادي برانوتو أهل الكبر وجميع أهل الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء من الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على هدي أحوال كل نيات عمل الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا زلنا في أنك مقبالا بيين للقوم فهم مقبهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إذا رسلنا إليهم مسلمين فكذبوا ما وجدنا بسلس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن دمتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي على عبد الذي بدرني وإليه ترجعون يا ديت من دنيا ذاتني الرحمن بدون لا تؤمنني شفعت شيئا ولا يؤمنون إني إذا لم بضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيمة للجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما كبر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من
بني من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مدرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأرثنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا أكل لم تقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مريدين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونذيقوا من لن يشاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفهم في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا بمرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل باقيون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لا هم فيها باقية ولا هم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وانتاج اليوم أيها المجرمون لقاحة لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلاها اليوم بما كنتم تعملون فاليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقشه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه سحرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهيق القول على الكافرين أولم يروا أنا أغرقنا لهم مما من أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فدللنا لهم وهم يركضون منها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهجرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيضاء هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
سبحان الذي